أصدر وزير النقل هشام عرفات قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في خروج عربتين من خط مترو الأنفاق بمحطة المرج. وقالت وزارة النقل إن قطار المترو الذي تسبب في تعطل الحركة في محطة المرج القديمة بالخط الأول كان خاليا من الركاب تماما. وفور وقوع الحادث انتقل إلى موقع خروج القطار كل من مساعد وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وفرق الإصلاح والصيانة لمباشرة أعمال الإصلاح الفني في المحطة.